انتهت المحكمة في بادئ في نهاية الأمر على ما استقر إليه القضاء حتى الآن، على أن قالت متهم على متهم استدلال في أوراق الدعوة، استدلال مطروح في أوراق الدعوة وهو محض تقدير لقاضي الموضوع. فإذا ما وجدت أدلة أخرى تعضد ذلك الاستدلال الذي قال به المتهم الأول فبها، وإن لم يوجد إلا هذا القول فقط من المتهم مع ما يحوطه من شكوك وريب، فإنه يطرح هذا القول على محض أنه ليس دليلا صريحا منصب نصا على اقتراف جريمة قبل متهم معين أو محدد. إذن سيد الرئيس، أن المتهم عندما عرضت على قاضي نظر أمر الحبس وفي الجلسة الأولى بمحاضر التجديد وطوال مراحل التجديد في الدعوة، حيث أنني ما زلت في منتصف تجديد الحبس مع المتهم بشهور، وجدت أن محاضر تجديد الحبس بأكملها أن المتهمة الأولى تقرر أن بشوي لا يعلم عن هذه الواقعة، ولم تمتد يده إلى أي شيء خاص بهذه الواقعة لا من قريب ولا من بعيد. إذا كانت هذه هي قالت المتهمة بعد أن شعرت أنها أمام قاضيها الطبيعي وأنها أمام قاضي التجديد وينظر أمر الحبس وتقوم بنفي الاتهام نفيا كليا عن المتهم الثاني وأنه لا يوجد له دور، ما يجهز على أقوالها تماما في أوراق الدعوة تلك الرواية التي وردت منها أن المتهم الثاني هو الذي أوعد إليها بفكرة البنزين ووضعه على جثمان المجني عليها وإحراق جثتها. هذا القول سيد الرئيس حسم في صاد 118 دوسي أمام عدل حضرتكم بتقرير الأدلة الجنائية، والذي أخذت عينات سواء من الجثمان وسواء من أرضية المسكن والسيراميك وقطع البلاط وقطع الملابس الموجودة، ولم يحصر على وجود سمة مواد معجلة للاشتعال من قريب أو من بعيد. وقد حسم التقرير الفني تلك المسألة لأن هناك بعض التقارير بتأتي تقول إيه؟ أنه باشتعال النيران تذهب آثار المادة المعجلة، ولكن إذا وجدت أرضية المسكن فيظل عالقا بها آثار المواد المعجلة للاشتعال ويبقى لها أثر، لابد وأن يصل إليه الدليل الفني المحرر من الأدلة الجنائية، وقد جاء الدليل الفني بالفعل أمام عبد حضراتكم ليجزم بصورة قاطعة وواضحة عدم وجود آثار لمواد معجلة للاشتعال. الأمر ده يستفيد منه المتهم إزاي؟ لأن الدليل الوحيد في أوراق هذه الدعوة والذي كان يجب أن تدور حوله روح المرافعة كاملة أن كافة أدلة الدعوة سواء بظرفها المشدد ضد هذه المتهمة أو بما يفيد القصد الجنائي الخاص أو بما يفيد الجريمة المستقلة السرقة، كل ذلك مستمد من إقرار المتهمة الأولى. إذن أقوالها وحدها هي الدليل الوحيد في أوراق الدعوة الذي عندما ينزل أمام عدالة المحكمة وفي وجدانها وفي طياتها وفي الوجدان الذي نعلم أنه كيف يتعامل مع الأوراق أو مع التحقيقات ولا يغرنها ألا يغر الشاة ذبحها بعد سلخها، فوضع نيران أو تمثيل بجثة أو كذا لا ينهض وحده أن يكون دليلا على توافر سبق إصرار أو على توافر نية قتل، ولكن المحكمة عندما يعرض عليها الأوراق أمام عدل حضراتكم، أنا عارف إن ده بعيد عن متهم، الحتة دي بالذات بعيد عن متهم، بس هي حقيقة لابد وأن نتجه إليها جميعا، لأن الدليل الفني حتى هذه اللحظة التي نترافق فيها أمام عدل حضراتكم لم يثبت أن وفاة المجني عليها وفاة جنائية، لأنه لم يتوصل إلى إصابة بجسد المجني عليها، والإصابة الوحيدة التي رصدها تقرير الطب الشرعي أثبت أنها إصابة غير حيوية، أي حدثت بعد الوفاة وليست قبل الوفاة. إذن سيد الرئيس، قالت المتهمة الأولى ضد هذا المتهم الماسي أمام عدل حضراتكم في أوراق الدعوة بأنه أوعز إليها بالكروسين أو بالبنزين، أصبحت هي والعدم سواء، بما يؤكد ما قلته بأن أقوالها لا غير معتبرة ضدي،
لأنها عدلت عنها أمام قاضي التحقيق وأنها تناقضت مع الدليل الفني سواء مع تقرير الطب الشرعي في مسألة الإحشاء أو سواء في تقرير الأدلة الجنائية في مواد الكوز. يبقى إيه حضراتكم بقى؟ يبقى حديث تحريات المباحث في الأوراق، هي دي تحريات. هل التحريات دليل؟ من أمتى التحريات تكون دليل؟ أبداً، هي لم تكن ولم تكن وما كانتش قبل كده ومش هتبقى بعد كده دليل. هي رأي، وأنها ما أسندته إلي بإخفاء الجثمان أمر تناقض مع ماديات الدعوة ومع اعتراف المتهمة بأنها هي التي قامت بنقل الجثمان، وأوزر ذلك بورقة بقى هي ورقة مدارية في أوراق الدعوة، وهي إيه؟ تصوير مقطع الفيديو الوحيد اللي موجود في الأوراق من موقع القمامة، لأن هناك دراجة بخارية تقف ويلقى منها شيء ولكن لم تتضح. لا أنا بقول الإخفاء أو الإلقاء اللي أنا مش مسند ليا، أنا لم أتواجد على مسرح الواقعة لا قبل ولا بعد. جريمتي إيه بقى؟ جريمة بشوي إيه في أوراق الدعوة؟ هو مالك عقار وراجل شاري بيت جديد، أنا مش عايز أقول محدث نعم، وعاوز يعمل نفسه مالك وبيأجر، وأجر الشقة، انقلب الأمر وبال عليه، حدثت الجريمة. السبب في مجيئه أن الجريمة قد ارتكبت داخل الشقة اللي هي في البيت ملكيته. دي لوحدها بس لا تنهض. لو قيل بقى أن بيشو له علم سابق أو اتفاق سابق أو تحريض، نقدر نقول بقى أن هو له دور. إنما أجل عجزت إن أنا أقول إن أخفى جثة، أقوم أجري بسرعة على 145 إن أنا أخفيت دليل. هو فين الدليل؟ هو في دليل في الورق موجود أمام عدل حضراتكم غير أقوال المتهمة وفقط وفقط. حتى تقرير الطب الشرعي لأول مرة لا أعتبره دليل في قضية، ما فيش غير هي أقوالها، وأقوالها جت قبلي متناقضة ومتهترة وعدلت عنها. إذن سيد الرئيس أنا بلتمس وبحق براءة المتهم الثاني من الاتهام المسند إليه، وذلك لقصور الأوراق وعدم بلوغها حد الكفاية لتقديم دليل واحد يفيد صحة إسناد الواقعة إليه أو مداخلته بإعانة المتهمة الأولى بإخفاء أيا من أدلة الجريمة المطروحة أمام عدل حضراتكم. أشكر لكم ساعة صدركم سيد الرئيس مفوضا أمره لله ثم لعدل الهيئة المؤقتة. شكرا. وبعد كده متابع موقع تحية مصر، كنا بنتابع مع حضراتكم داخل محكمة جنايات طنطا محاكمة المتهمة آية بقتل صديقتها فرح وشريكها الثاني. طبعا زي ما احنا تابعنا مع حضراتكم ان محامي المتهمة آية يطالب بتعديل القيد والوصف للقضية الى ضرب افضى الى موت، اما محامي المتهم الثاني يطالب بالبراءة المتهم الثاني من التهم المنسوبة اليه. زي ما احنا شايفين مع حضراتكم كده انتهت وقائع الجلسة ودقائق وننتظر الحكم على المتهمين. بشكركم جدا، وأكيد هنرجع لحضراتكم مرة أخرى وهنتابع الحكم في القضية التي شغلت الرأي العام بمدينة طنطا ومحافظة الغربية. شكرا وإلى اللقاء.